حط نفسك مكان السلطة، انت واحد مستريح ومبسوط ومفيش حد تطط عليك، ايه اللي يجبدك ان انت تغير اي حاجة؟ صح؟ صح. فالفكرة كلها لما انت تقول انت بتسكر الطرقات وكلام من ده وبتاع، هو انا اللي انا اعرفه ان المناطق الشوارع الفرعية كانت مفتوحة فما كانتش يعني متسكرة قوي يعني، لكن الفكرة كلها انك جيت انت سكرت، انت بدي ورقة ضغط، طب انت ما سكرتش فتحت الدنيا، ايه اللي يجبره ان هو يتنازل عن قوته ويتنازل عن ادواته ويتنازل عن كل حاجه تانية؟ زي ما حصل يعني بلاش حتى ندي مثل بالعالم العربي، نشوف مثلا اللي حصل في فرنسا، ايه اللي بيحصل في فرنسا يوم ما بيقفلوا اللي هي سترات الصوف لما بيقفلوا الدنيا وكلام، فبيبقى ضغط، بيبقى ضغط على الشعب والناس بتتعب وكلام من ده وبتاع، لكن هي الفكره كلها انت بتتعب علشان في اساسا مشاكل انت عايز تحلها من جذورها. لو انت بقى نزلت وصبات وعملت ورود وكلام من ده بتاع هيفضل يتفرج عليك ويضحك عليك لغايه لما انت تزهق وتمشي، وبعدين هو برضه هيكمل وبعدين بزنس از يوجوال يعني. فده رايي بس انتوا يا جماعه احرار تعملوا. انا ماليش دعوه، انت بتكبر، انا ماليش دعوه.